انا حضرت دلوقتي السلطه بس فاضلش غير ان انا اغرفها. حضرت صنف كمان. الصنف ده عباره عن ايه؟ بنستخدم فيه عيش توست. اهو عيش توست انا حمصته سنه، نشفته بس عشان يبقى ايه، ما يبقاش طري، وشلنا الاطراف بتاعته. هنعمل دلوقتي تونه. ممكن تستخدم في اي ساندوتش، في كلاب ساندوتش. لو انا عايز عندي مثلا عيش بلدي، عيش فينو، توست، اي حاجه. لو عندي على سفره بتاعتي في عزومه، ممكن اعمل حاجات زي الكنابيهات او زي السلزينات، ممكن تبقى كده. ممكن نشوف مع بعض. دي مقاديرنا، حاجه بسيطه جدا: تونه، مايونيز، خل، خس، طماطم، زيتون اسود، وبصل احمر. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. احنا هنحط البصل بتاعنا متقطع صغير اهو، وطماطم متقطعة برضو صغير، وخس حبة حلوين كده، وبنحط تونة. خدوا بالكم ان المايونيز هنا مهم جدا، ان المايونيز بيقفش الساندويتش. يعني ايه؟ بيخلي الساندويتش بتاعي يتماسك. لو عايزين ما نحطش مايونيز، لو حد في ناس ما بتحبش المايونيز، ممكن نستعيد عنه بجبنة نستو، يعني اي نوع من الجبن اللي هي المطبوخة دي. وهنا برضو بنحط شوية زيتون مفروم كده، ونحط المايونيز اخر حاجة كده اهو كده. انتوا فيش حد يجي يقدر يساعدني؟ فيش حد فيكم يعني يلعب في المطبخ؟ ها؟ فيش؟ مين؟ يا واد يا جامد. اي هو الكلام ده، هو ده الكلام. طب عايزك بقى سعادتك كده تقلب دي، وعايزها تبقى كلها متجانسه، عايزها كلها تبقى ايه، كريمه كده. راح معاك ومعاك وقتك، عيش التسبيكه دي. بصوا يا جماعه، خليكم هنا معايا. انا كنت طباخ سنه 80. كم سنه؟ كم سنه؟ 80. انت كنت اتولدت؟ طبعا. لا والله، رجعت في الالفيه الجديده. لا بجد والنبي، عشان اقابل حضرتك ونعمل حاجه قدام بعض. لا بجد، طباخ سنه 80 جديده دي. ايوه خليها تتجانس اكتر. ايوه لف. ايوه خد من عند الجناب كده. انت عندك كم سنه يا عم انت؟ 24. مواليد كم؟ 91. وكنت طباخ سنه 80. ما شاء الله. ده كان فين بقى؟ يعني فين بالظبط الكلام ده؟ كان فين؟ في الحلم وانا قاعد معاك بس. طيب بص بقى يا سيدي، انا هخليك انت اللي ايه تعمل الحكايه دي، طالما شاطر وقوي كده يعني. بص يا سيدي، شيل ده بقى من هنا. مش حد فيكم شاطر زيه كده؟ بناخد القطعه دي كده، هوريك بس. ماشي. ونيجي بالشوكه كده، نروح عاملين ده كده. بص اهو، ولا سحر ولا شعوذه، تمام؟ اهو عايز تكتر كتر اهو. تعرف تعمل كده اهو، وروح حاطين دي كده. يلا اتفضل، اوعى بقى تبهدل الدنيا. طب نسمع كده حاجه كمان للشباب عقبال ما ولا نطلع لفاصل.